عباس خلاص اعترف، بس باقي نعرف منو الكلف بالعملية. نفس الكلام اللي قاله سعد بيتفق مع كلام حراس المتحف اللي قاله شافه وش يعني شو؟ يعني مش جايز يكون هو ذاته؟ شاكي مالا ارجع مكانك اجل او انت بمعرفة ولا تصدقني؟ انا اتصلت بعناصرنا وطلبت منهم ياخذوا معاهم سناء. سناء؟ ايوه. وهو حيقدر يتعرف عليهم يعني؟ اكيد. ولا ما كنت حخلي سعد يسافر؟ لا لا ممتاز ممتاز، خلاص نتلاقى اخر يوم. حاضر. سليمان. ايوه سليمان معروف سليمان ولا؟ لا لا هاي سليمان معروف سليمان. يعني انت اللي اعترف عليك عباس؟ انا ما كتبته. كتبته منو؟ هو عباس احترم عليه لا شيء. هاي الرفاعي في الحيل ما عرفتك. سنة؟ سنة منو؟ أيوة صح 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 دي النبرة اللي اديها سعد. على كلا خليه يكلم بلال. سافر؟ سافر متين؟ أنا ما كلمني والله. أها سعيد ولا رجع؟ غريبة قال راجع. لا خلاص مع السلامة. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جداه الملد كج سعيدة من الزوجة رجل دي موتت البلد تاني. يا أخي قول بسم الله، قول بسم الله كده أشرب شاي. قال لك تبينا يا أخي. يا أخي شاشم يا أخي شاشم، أنت عارف الناس دي بالتأكيد في معلومة دارسينها مننا. ما هو استحالة استحالة ما يكون في أي زول عنده معلومة عن دكتور كمال. يا أخي أكيد ده شغله. بالمناسبة الصحافة كتبت قالت في بعض المواطنين شافوا سعيد. شوف يا دكتور ده ما الخطأ اللي أنا وقعت فيه. خطأ؟ أيوه. تعرف نحن فجأة اكتشفنا انه سعيد عنده توأم اسمه سعد ومغيم في الخليج. اول مرة ظهر فيها كلنا افتكرناه سعيد. يعني ده كلام جرايد؟ بس انا لازم اقابل هدى واتكلم معها. هدى؟ عندك مانع؟ ابدا انا ما عندي مانع، لكن اعتقد هي تكون عندها مانع. لا لا هي ما تكون عندها اي مانع لان اتقابلنا اكثر من مرة وتكلمنا. قابلته؟ رايك شنو؟ الو حياك الله حياك الله. لا انا واصل الحين. ايوه موجود في البيت. لا لا اخي سعيد اخي سعيد. الله يسلمك. كده طيب. لا انا موجود. شكرا جزيلا. الله يسلمك. ثم كم انا اختفيت في السودان؟ لا عبدو يا سيدي. اصل ما معقول. عبدو عبدو ده حكايته شنو معه؟ كل الاخبار عنده. لا هو زول غريب فعلا، دول غريب حقيقة يعني. انت تعرف احمد طلع في المحترم جدا. يا سلام. انت عارف بمجرد ما هو عرف من عبده قال لي خليني تمشي تنادي لي جابر. يا سلام. مشيت له مشيت له وكلمته وكده. لكن تعال اسالك انت، انت ليه ما قلت لهم انه عندك توم تاني في السودان؟ لو قلت لك ما حصدق صدق عبده عارف والله. ليه يا اخي؟ ذو غريب جدا. لا 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 ده انسان غريب.
بشكل ما عادي يعني كل الأخبار عنده ويوزع زي ما هو عايز. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي خليك منه يا أخي، خلينا فيك أنت. ده عملت كيف مع الجماعة؟ أخبار سيئة. تعرف صاحبة الدنيا دي رجعت لي تاني للحركات الكلمة بتاعتك جابر هوي. الله الله عليك جد، المرض اتطلق وتلحق أبوك. أبوي؟ أبوي مرض؟ أبوك كبر يا أخي، محتاج لي زوج جنب. من بين خمسة شباب من نفس سنه. يمكن سليمان بتردد على سعيد. دي أنا ما بقدر أكيد. ولا عملية؟ عملية؟ معليش معليش يا عباس أو يا مصطفى، أنا حاولت أساعد جدنا داري أساعدك، بس انت ما داير تساعد نفسك، عشان كده انا بلقى نفسي مضطر اقدم الورق للنيابة. ليه؟ نحن اجانب. اجانب؟ والدولنا ما حترضى اننا نتحاكم هنا. يا انت سوداني، ولو انك ما بتعرف معنى الكلمة دي لكن برضو حتتحاكم في السودان. بأي تهمة؟ بتهمة قتلك المواطن سعيد حسين سعيد. منو؟ لأنك قتلت المواطن سعيد حسين سعيد. خلاص يا عباس وقعت، سليمان اعترف بكل حاجة. يا سليمان. وسليمان مرق منها زي الشعر من العجين، حيكون شاهد ملك. سليمان شاهد ملك؟ يعني شنو؟ يعني انت حتجيب قدام المحكمة وقدامك اتهام واضح وصريح. ليه؟ ليه قتلت المواطن سعيد حسين سعيد؟ انا ما حجيب براهين. اول سليمان. طيب ممكن تهدأ وتقول لي كيف قتلته؟ قتلته؟ لا أنا عاوز محامي. تاني رجعنا للموضوع ده؟ تاني؟ لا أنا حقول كل حاجة. جميل وبالتفصيل. واقفين في الشارع، احنا كمل كلامنا في العربيه. يا دكتور انت عايز مني شنو؟ انا داير اقول لك يعني في الحقيقه انا عايز تقول شنو؟ يا هدى انا عايز اقول لك اني انا انك بريء ومالك علاقه، الكلام ده انا سمعته 100 مره. تاني في حاجه؟ الرائد عز الدين ماله؟ قال لازم يقابل امك سناء ويتكلم معاها. ماما مالها؟ ما في حاجه يا اخلاص. يلا طيب يا هدى، ممكن تمشوا معي بالعربيه على الاقل اقابل الوالده واتعرف عليها. طبعا لا، يلا يا خلاص. دي كل الحكاية. لا هو سعيد غير كيف؟ وين الأمن؟ لا يا أخي الجماعة بازلين مجهود، لكن كمان انت عارف دكتور سعيد مشاكله كتير. كده حسي خلينا فيك انت. والله خلاص تعالوا كيف على الجماعة ضيم يا راجل. والله ضيم يا اخي، انت عارف العمر ده ذاته كله قضيته ضياع، قضيته سفر، وانت عارف
يعني انا لا خليت اوروبا ولا الهند ولا تركيا ولا الفلبين حايم، وهو في النهايه ربنا اراد زوج. خليها على الله، خليها يعني ما في. لا لا ربنا ما اراد، ما حصلت حاجه، ما متوقعين حاجه. لكن اقول لك كلام، انا شخصيا عايز اخلص حقي وبس. حياك الله يا ابو حاف من حاف سيد احمد، كيف حالك؟ والله في زول. تفضل. كيف حالك؟ الحمد لله. كيف عند الله على السلامة؟ تسلم. تفضل. تفضل. اهلا اهلا. تفضل يا سيد احمد. ابونا جابر. شرفت والله. والله لولا صاحبك هذا ما ارتحت ابدا. انت بتقصد الحكايه بتاعت سعيد اخوي مش كده؟ ايوه يا سيدي، حكايه سعيد التوأم ده الحين ما وجدوه. يا اخوانا انا استاذن حقيقه، عارف ايش يا جابر؟ زي ما بقول المثل، اذا حضرت الشياطين. لا 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 يا رب، انا حقيقه إن بس انا لازم امشي البيت، لانه ام الزوجه هي حماتي حتجينا في البيت، فعشان كده عايز اصلي. يا سعدي يا سعدي، من زارته حماته ورضت عنه. يعني والله ما اعرف يقول سكر 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 زي ما بقول لك كاملي وسكر. يا سلام عليك، هو يا اخي احمد مذاكر ده عبد الكريم الكامل. الكريم الكامل اي نعم. ودي هديه جبنا لك، دي مانجا كسله قيسان ابو جبيها، وده برتقال جبل مره. شكرا لك. السوداء الرفاعي، ازيك؟ الله يسلمك. ها يا اخي تعبان خالص؟ لا يعني ما بتكلم؟ لا بكلمه والله، بكلمه طوالي كده. اسمع لي، في خبر من سعيد؟ لا والله اكلمه طوال، حسي اكلمه. طيب مع السلامة. تجيك من وين ومن وين يا جابر؟ ما كان يصدق ده، مش اللي انت كنت شاكي فيه؟ ده كان في الاول. الاثنين احترفوا ووصفوا تفاصيل جريمة القتل بنفس الأسلوب والدقة. مسكين ده كان زي المجنون، الله يرحمه. لما يتقدموا للنيابة حيشرحوا الأسباب الحقيقية اللي خلته يعملوا الجريمة دي. منو سعيد حسين سعيد ولا سعيد مصطفى سعيد عشان يتم تخطيط لقتله وكمان من برا؟ دي الحاجة الوحيدة اللي رفضوا يتكلموا عنها إطلاقا. لكن برضو أنا عندي شك في انه سعيد حي. يعني مش جايز برضو ممكن. رائد عز الدين، نحن امامنا احتراف صريح واضح، ليه نسلم نفسنا للشكوك والتوقعات؟ بعدين حتى الاثنين اللي قالوا شافوه انكروا المساله دي تماما. منو؟ حمدان وفضل المولى؟ ده مجرد خوف. بعدين حيجوا المكتب ويحترفوا ويقولوا شافوا منو. يعني برضو عندك امل؟ انا عندي اكثر من هاي، تخليني اتهم اي زول عنده علاقه بسعيد
حتى سنة مرته. رايد عز الدين. حاضر سيادتك. اسمع، لازم أسرة سعيد تعرف إنه مات مقتول. مالو لو تأخرنا شوية. رايد عز الدين، لازم أسرة تعرف إنه مات ومنك أنت شخصيا، مفهوم؟ حاضر. في جثة ظهرت. رايد عز الدين. كله منك الحمد لله. الحمد لله ما دونه هو بحال. أسسنا الشورى. عايز غير كلامك حمدان؟ أفو. أنا حمدان أغير كلامي إلا دار المخارجة. كلمتنا واحدة، ما عندنا غيرها، لا شفنا لا سمعنا ولا رأينا. لكن أنا حاسس الزول ده زي العارف حاجة. منو؟ ثابت؟ هذول هوي والله العظيم لما جيت هنا قلت شفته والله رأيت على المسين وجيم تقع فوق برجهم. أمرقونا يا جماعة. عادي. أمرقونا للجيب. أمرقونا غير خلي بالك من المركب. قمرة. بتفتش شنو انت؟ الطاقية طاقتي يا اخي. الطاقية لا خبج. جبال بيسوي في الشاي. ما ربيت ابر هناك؟ نعم. خلوا بالكم مركب يا رجال هوي. نميري. مركونا شاي. خير سيادتك. انت عبد العاطي مش كده؟ سيادتك انت زدني ولا شنو؟ لا عرفتك من الاستقبال في الباب، انت خال بنات سعيد. انا زوج السعيد حسين سعيد. سناء حبيب الله. بعرفك كويس انا. ان شاء الله خير. في شنو؟ في الحقيقه بابا سعيد. البركه فيكم الفاتح. في الحقيقة ما لقيناه لأنه مات مقتول. مقتول كمان؟ قتلوا له؟ إن شاء الله تكونوا لقيتوا الكاتب. لا هم مقبوضين لأنه احترفوا بنفسهم. الله معاكم يا أخواننا. أنا استأذن. عباس يعترف بأن المدعو سليمان هو الذي ربط رجل الضحية إلى يديه وإلى الخلف ووضعه داخل الجوال. فظيع فظيع. سليمان يتهم عباس بأنه هو من أمره بتنفيذ الجريمة، ولكنه يؤكد أنه أدخل سعيد إلى الجوال وهو ميت. حوله عباس، سليمان، كمال. وين كمال؟ وين دكتور يوسف؟ دكتور يوسف خلاص؟ دكتور يوسف في قفص الاتهام؟ الاتهام؟ منو؟ إلا أخوي حمدان ده احتمال يكون متذكر منا باقي. إلا أخوي حمدان ده انت خليتنا أقرا ما جردني معاك على البحر ده. بس مش عيب ناس وجيهين ونظيفين زيهم كده ما يعرفوا يقروا. الله القسمة. الجهل أبدا ما كان قسمة. أها بتعرفوا شنو عن سعيد؟ الزول ده ما مات. قلت شنو؟ لا لا ما ما الله يرحمه. لا قلتها كمل كمل. في شنو يا حمدان؟ الله يرحمه صلى الله يرحمه. كمل كمل يا حشمه خفيف كمل. اتكلم يا حمدان. Thank you.
الحمد لله، أنا تأكدت إنه بابا حي حي. الحمد لله، أحمدك يا الله. يا دنيا يا بنتي، أنا من مبارك معك، وجابر ما قصر، قال عايزة كله وافق عليه. لا ما أي حاجة. شفتي نواياه الحقيقية؟ أنت شنو قلت هي؟ شنو شاف كاني نوايا حقيقية ونوايا ما حقيقية؟ في شنو؟ كده روق يا جابر بالهداوة. طيب كلميها، عليك اللي كلميها، أنا أبوي ده في الدنيا ما عندي غيره لعلمك. قبل كده الواد الله يرحمه توفت، ما مشيت. ليه؟ لأنه الأستاذة شابكاني قالت لي الميت ما عارف إيه كده، الحي أولى من الميت، ورسل لهم قروش وبتاع. في النهاية طلع كلام فارغ، لا مشيت لا رسلت قروش، قصة باظت مرة واحدة. لكن المرة دي لازم تمشي معي، لازم تمشي وأبوي يشوفها بعينه. وين؟ البلد؟ لا 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 يا جابر، أمشي براك وخلي الدنيا هنا. لا دنيا لازم تمشي. أها كلم أبوك. أبوها بالله دي زوجتي، ومن حقي أسوقها لأي حتة أنا عايزة. لا ما من حقك، بابا حي موجود. من حي موجود؟ شايفة يا ماما، شوفي أسي أنا هنا بعمل فيني شنو، يعني كان مشيت معه البلد حيقتلني عادي. الله يرحمه، لا تريد انه الجريمة كبيرة. الله يرحمه، لكن غريبة عبد العاطي ما اتصل بي. انا ما صدقت عبده في الاول، لكن لما قريت الخبر بنفسي صدقت. الله معاك يا اخي. برضو عبده؟ لا لا، هذه المرة صادق، احسن الله عزاكم. لكن فين جابر؟ يبدو انه ما في السودان يعرف لحد الان. انا هاتصل على زوجته واعرف الحاصل شنو. انا بروح دلوقتي. وانا يعني لا والله ما تحتاج، لو احتجت حكلمك. لا لا احسن الله عزاكم ان شاء الله. ما في الله عزاكم. لا والله عارف سكة كده، عارف سكة. طيب السلام عليكم. شفتوا يا جاني يا لون العين، شفتوا والله سوي زادوا سوي زادوا بيشعروا لكم. تقالوا أنا سعيد ما بعرفه، والله سعيد والله سعيد والله سعيد. ممكن يتقدم للنيابة فورا. بس سيادتك لو سمحت، الرئيس عز الدين عنده وجهة نظر ممكن تسمعها؟
عالية جدا. قول يا عز الدين وجهة نظرك نسمع. أنا متأكد إنه سعيد حسين سعيد حي وموجود، وعندي كثير من الشهادات بيأكد كده. ممكن أعرفها؟ هو قصده البلاغة اللي قدموه حراس المتحف وبرضه شهادات الصيادين. الصيادين هم منو؟ حمدان وفضل المولى. أيوه حمدان وفضل المولى. بيأكدوا إنهم أنقذوا سعيد وقعد معاهم. بعد ما ظهر صورته في الجرائد حاولوا التخلص منه في السوق وفعلا قدروا. طيب على كل حال احنا يعني ممكن نتأنى شوية لحد ما الأمور تتضح. يلا يا شباب ورونا همتكم. يا ليلى القضيه ما زي ما انت فاكره، ما قضيه مريض ولا زول عيان ولا زول مات، سعيد ده وراه قضيه كبيره جدا جدا. انت مالك يا دكتور؟ انا مالي كيف؟ انا مالي كيف يا ليلى؟ اذا كان الرئيس عز الدين بيقولوا انه زول ده ما مات. منو؟ الرئيس عز الدين بيقولوا انه زول ده ما مات. والناس اللي مشوا للرئيس عز الدين وقالوا انه مات. ليلى انا شايف زول كده زي المحسنين. ما تعاني يا ليلى. قوم يا ليلى. دكتور سريع 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 على الطريق. هاي هاي يلا. الو ثلاثة زعاد؟ اي اي يا اخي انا في زول انا ضدني العربية وساق العربية والله يفات والله دفرني من العربية وفات. اي من جي بدي اي اي خضرة صالون ايوه 75 685 النمرة 75 685. اي ما بقدر يمشي على الكوبري دايرة ده هز تنزل حوالي شايف واسي. دي بيتكم؟ ايوه ده بيتنا. في حرامي كان سايق العربية دي خش بيتكم من جوا وقف برينا. كيف الكلام ده؟ أنا جاي من جوا. تفسر شنو؟ العربية واقفة جنب بابكم برا.
الموضوع ده طبيعي، ما يمكن يكون دخل اي بيت تاني، شرطا يكون بيتنا يعني. لو ما مصدقني ممكن تخش تفتش. فوزي على العسكري جوا، فتش جوا عساي. يعني ما مصدقني؟ واجبنا خلينا ما نصدق الا الادله الماديه الواضحه. وهو في دليل بيقول انه هو دخل هنا، ما يمكن يكون مشى اي مكان تاني ووقف العربيه دي هنا. جايز تفسر شنو العربيه دي يعني؟ ما في يوم الباب برا. دي لقيناها قاعده جوا. دي منو؟ دي امي. لكن بتقول انها شافت حرامي. اي شفته مجنون وشعره منكوش ولا في وشه كمان. اسمه منو حاجه؟ دي امي. بعدين ما اصلا ما شافت حاجه وهي مخرفه هي. لا يا بنتي انا ما مخرفه. ممكن يا حاجه تفضلي معانا؟ تجي وين؟ امي ما حتمشي معاكم. يلا بوليس روح للدين. لا دقيقه امي خليها. روح ترق. بمشي معاكم انا امي خليها. سعادتك واحدة برا منتظرك. أنا مش قلت لك مشغول ما عايز زول يخش عليه؟ هي مصرة على أساس. اسمها منو؟ اسمها حدى سعيد حسين. لا تخش. تفضل يا أستاذ. مرحب هدى سعيد حسين سعيد. مرحبا بك. تفضلي. انت بتعرفني؟ انت نسيتي؟ لا ما نسيت، لكن انت بتعرف اسمي؟ انا بعرف انه المواطن سعيد حسين سعيد عنده بنتين اخلاص وهدى، لكن العسكري كلمني. مرحبا بك يا استاذه، تفضلي. شكرا بس انا ما استاذه، انا لسه طالبه. تجرب شلون؟ لا لا شكرا لك. انت اول مره تزورينا. بس دي ما زياره. انا عاوز اقول لك انه بابا ما مات، بابا حي. جميل، لكن عرفت كيف؟ يعني انت مصدقني؟ وليه ما اصدقني؟ اذا انا كنت مقتنع انه ممكن اعرف. عارف؟ طيب بابا وين؟ الحمد لله والفضل المولى يا اخوي، الحمد لله انه زول طلع ولد حلال وصدقنا، كان ما كدي كان نقول له يوم الليله، سين وجيم وجيم وزين. مع كله منك؟ كله مني في شنو؟ يا فضل المولى قالوا لك يا اخي الناس الشالو رموه في البحر عرفوه، ترى الخوف شنو؟ وكان عندهم ناس عرفونا، نمشي وين احنا؟ يا زول احنا ما بنخاف من زول، احنا اللي بيجينا في بحرنا ده بنوريه، والناس اللي قالوا احنا سعيد ولا شنو؟ يا زول هوي الخاف سلم. بابا كان دايما بيقول لي ما عنده مشكله مع الاتجاه السياسي، لكن المهم نحب بلدنا. فعلا مفترض نحب بلدنا. بابا إنسان والإنسان مكانه العالم، لأنه خليفة في الأرض. تعرفي أنا تأكدت إني فعلاً بيت سعيد حسين سعيد. نحن كنا أسرة سودانية عادية، لكن لما لقينا نفسنا في تحدي حضاري وثقافي خضنا المعركة، لكن ما خسرنا. أمره جارح. مرحبا نيماري. نيماري بروح للبر الثاني. استاذ انا ما بركب نيماري، انا ما ودي البحر ده. لما يكون الواحد مهدد بالانهيار لازم نخوض المعركة أو ننهار. طيب أشرب العصير. لا لا شكرا لك، خلاص كفاية الحمد لله. أنا يا دوب أتأكد لي إنه سعيد حسين سعيد ما مات. وحيجي. ويطلع اللافتة. بالتأكيد، لأنه فعلا قلعة. ألو؟ أيوه معك. منو؟
ليلى؟